بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أحمد قمر محمد حسين عبد الله، نسيب الشهيد نادر مبارك. شو أبغى أتكلم عن الشهيد؟ الشهيد صراحة بالأمانة أن فخر بالنسبة لي أنا، بالأمانة فخر. شهيد الله يطول بعمرك، شو بقول لك عن كل صفاته؟ ريال كريم، شهم، عمره ما تأخر عن دوامه، ريال طيب وخلوق جدا. إذا أوصف لك أكثر عن هذا ما أقدر، لأن الريال دوم أدعي له بالأمانة أن الله يغفر له ويرحمه ويكون من شهداء الجنة إن شاء الله. الصفة اللي كان يمتاز فيها صراحة كل الصفات اللي فيها، الإنسان خلوق جدا مع كل حد بالأمانة، مع الصدقاء، مع بيته، مع عياله، مع أهله، مع كل حد. دائما الشخص هذا اللي كنت أشوفه مبتسم، ما عمره ما كان زعلان، ما كان عمره متضايق من أي حد بالأمانة. دوم بشوش يضحك، ما كان عمل وجهه زعلان لأي مخلوق. هل كان صفات اللي عنده. السلام عليكم، أنا اسمي سلمان نادر مبارك، ولد الشهيد نادر مبارك عيسى، وأبوي استشهد في اليمن في عادة الأمل، وكان يتمنى أنه يكون شهيد، والله يرحمه ويثبت عنده السؤال، والله يطول بعمر الشيوخ ما قصره. اسمي عبد الله قنبر محمد، وطبعا الشهيد الله يرحمه ونسيب العود، وانا جدا فخور في الشهادة هذه والكل يتمناها، وما قصروا شيوخنا والله يعطيهم طولة العمر كلهم، والله يرحمه برحمته، ونحن جدا جدا فخورين في الشهيد نفسه، والحمد لله على كل حال.